بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. إجابة بوكلة جيم الوحدة السبعة، اللي هو الكتاب الكبير شوية اللي بيجي مع الملخص. طبعا بيقول لي أول جملة نقط تو كاتس، الحاجة دي بالنسبة للقطط يعني one of the commonest causes، من الأسباب الشائعة ل اللي هو والعياذ بالله مرض الربو. طبعا ايه اللي موجود في القطط وبيعمل المرض ده؟ الالوجي، الحساسيه، ولا ريسبونس، الاستجابه بتاعتها، ولا امباكت، ولا افكت؟ طبعا اكيد الحساسيه هي اللي موجوده في القطط وبتعمل والعياذ بالله المرض ده، ربنا يعافينا جميعا. ذا دكتور سيد بينج ان ا فاير، الدكتور قال ان الحاجه دي في الحريق، could have killed you، ان الحرق اللي عندك ده ممكن يقتلك، if you had نقط the smoke، لو انت عملت ايه في السموك اللي هو الدخان. طبعا لو انت smiled ابتسمت، ولا pressed تنفست يعني، ولا looked نظرت، ولا lift تركت. طبعا لو انت pressed استنشقت الدخان ممكن يقتلك. The government، الحكومة، spent sums of money، spend هنا صرفت، sums مبالغ مالية، on cancer نقط والعياذ بالله، on cancer service، survey، search، research. طبعا اكيد على ان هو بيدور على علاج المرض ده والعياذ بالله، الكانسر اللي هو مرض السرطان والعياذ بالله، فريسيرش بقى اللي هو ايه، بحث علمي، انما دي بحث عادي، فعشان كده خدنا احنا بحث ايه، بحث علمي اللي هي ريسيرش. Everyone should be more careful about personal نقط، كل واحد لازم يكون careful، حريص عن ال personal sanitation، النظافة، ال first aid، إسعافات الأولية، hygiene، hospitality. طبعا هو عايز النظافة الشخصية، احنا عندنا هنا نظافة وعندنا هنا نظافة، بس نظافة دي نظافة عامة، أما ال hygiene هي النظافة الشخصية، وهو أتبعها لكلمة personal عشان تبقى دليل عليها. They are likely to respond positively not the president's request for aid. طبعا بيقول لي هم يبدو انهم استجابوا بإيجابية للطلب بتاع البريزيدنتس، طلب الرئيس يعني للإسعافات او للحاجات البدائية. طبعا هو هنا بيتكلم على حرف الجر اللي يتبع كلمة respond، طبعا respond to يستجيب لي، فين تو بقى؟ ايوه يبقى يستجيب لي. It's really a good film، ده فيلم كويس، you not to go and see it. طبعا انا بقول لك ده فيلم كويس، يبقى انا هنا هنصحك انك انت ايه تشوفه، يبقى اكيد هقول لك ايه، هقول لك should مثلا، ولا هقول لك must، ولا هقول لك ought، ولا can. طبعا انت لما تلاحظ وتركز تلاقي هنا في to، طالما في to يبقى انت عايز اللي بتاخد to اللي هي ought to. تمام. طيب بعد كده الرقم، الجملة اللي بعدها بيقول لي you haven't got much time، انت ما عندكش وقت كتير، you not hurry، يبقى انت لازم تسرع، يبقى دي ضرورة، يبقى دي لازم must، انت لازم تسرع. تمام. وإلا هتفقد الاجتماع، يبقى انت كده لازم ضرورة دي. You can tell هدى، انت ممكن تقول له هدى what I have said، اللي انا قلته، انت ممكن تقول له هدى what I have said، اللي انا قلته. But she not tell anyone else it's a secret. يبقى هنا mustn't، لا يجب. ليه بقى؟ ما انا بقول لك دي حاجه سيكريت اولا، وثانيا هي ما ينفعش تقول لحد، يبقى اذا ده ايه، لا يجب ان تقول لحد. It's important that you، من المهم انك انت نقط shout at your children، انك تصيح في اولادك او تصرخ فيهم. فطبعا رد وقال thank it it's a really good advice، نصيحه كويسه، I wouldn't do that، انا ما ينفعش اعمل كده. طبعا طالما ان هي نصيحه يبقى هنجري على شود على طول، وهناخد شود المنفيه عشان دي صرخ، فانت لا يجب ان تصرخ في اولادك او تصرخ فيهم. I not remember to give my daughter a birthday party. هنا بقى بيفكر نفسه، يعني ده إلزام نفس، إلزام النفس، باخد له must، إن أنا بلزم نفسي بحاجة. القطع بقى بيقول لي one of my favorite vacations places، واحد من أفضل أماكن الأجازة عندي هو المكسيك. I really like the weather، بحب الطقس هناك، والناس there are very nice، والناس هناك nice، جميلة جدا يعني. بيقول هو are very nice، المكسيكو سيتي، مدينة المكسيك بقى، is not very interesting place to visit. طبعا interesting place ادي صفة
وادي اسم. الصفة والاسم دول ياخدوا a قبلهم. is a very. طب ما خدناش an ليه؟ عشان interesting. لا، ما انت عندك ظرف اللي هو very، فا هتدخل على very وليس على interesting. فانا هقول ايه بقى؟ is a very interesting place. طيب امس في فكده هناخد ايه بقى؟ بيقول لي فيها متاحف عظيمة and نقط old buildings. هنا ده اسم جمع، يبقى ياخد صم بعض وفيها بعض المباني القديمة. ذا هوتيل الفندق بقى ار اكسبنسيف غالي لكثير من الناس عشان ينكسوا فيه. But there are many affordable options، ولكن هناك خيارات يمكن تحملها او متاحة. يعني على سبيل المثال you not stay at one. هنا بقى يو اختيارات، اختيارات يبقى دي الامكانية نديها كان. يمكنك ان تمكس في احد من المنتجعات الموجودة على الشاطئ زي مثلا اكابولكو if you are planning to visit Mexico. لو انت بتخطط انك تزور المكسيك بقى you not see ميان تيمبلز. يبقى هنا دي نصيحة بقى، او ممكن ناخد شد كأنها حالة تانية، حالة اولى من اف بدأ باف وجاب مضارع هنا، يبقى ياخد شد والمصدر اول والمصدر. تمام. الترجمة بقى بيقول لي الفيتامينز، الفيتامينات طبعا are essential for good health. يبقى الفيتامينات تكون ضرورية للصحة الجيدة، او ابدأ بتكون، تكون الفيتامينات ضرورية للصحة الجيدة. their absence causes serious disease. absence يعني غياب، فغياب هنقول وغياب الفيتامينات يسبب امراض خطيرة. as foods that contain vitamins protect us from many diseases. لان الاطعمة التي تحتوي على الفيتامينات تحمينا من كثيرا من الامراض. تمام. الانجليزي بقى بيقول لي لقد بذلت الكوادر الطبية جهودا كبيرة لمكافحة فيروس كورونا المستجد وعلاج المصابين. طبعا هنبدأ بالكوادر الطبية هي اللي بذلت، فهنبدأ نقول medical personnel. personnel اللي هي شؤون العاملين، فانت هتقول medical اولا، بعد medical دي ممكن تضيف persons الاشخاص الطبية. تمام. لو انت مش عارف كلمة ايه كلمة personnel اللي هي شؤون العاملين مثلا او الكوادر الطبية. طيب الكوادر الطبية بذلت جهودا عظيما بقى، بذلت جهودا عظيما دي هقول ايه فيها بقى؟ هقول ممكن اقول مثلا did great efforts. فهندي efforts اللي هي جهود عظيمة، يعني احنا هنقول مثلا great efforts اللي هي جهود عظيمة. فطبعا هنجيب الفعل بقى اللي يجمع efforts هو make، الكلام في الماضي يبقى ايه؟ made. يبقى made great efforts بذلت جهود العظيمة لمكافحة فيروس كورونا. مكافحة يعني انا هقول علشان تعمل ايه؟ علشان تحارب يعني، او علشان ان هي توقف. يعني انا قلت تو ستوب تنفع، لو قلت تو فايت يعني انت قدامك كذا بديل، انك تقول مثلا تو فايت تمام، او تو ستوب انك توقف يعني. تمام. فيروس كورونا ممكن تكتب كوفيد 19 بقى زي ما هو كاختصار لي، وعلاج المصابين، فيروس كورونا المستجد وعلاج المصابين. تمام. هنقول بقى ايه and تريت، نستخدمها فعل عشان هنعطفها على ده، يبقى هنقول and treat وتعالج the injured المصابين عموما. تمام. injured انا مش يعني القعده مش حلوه يعني في الخط مش باين قوي، وعلاج المصابين والحد من حالات الوفاه. الحد من حالات الوفاه طبعا هنقول ايه بقى؟ هنقول the injured people، the injured people to limit details. نضيف بيبول كده عشان تبقى الناس المصابين، ونقول بقى to لكي limit دي يعني يحد من او يوقف من، ونجيب له كلمة ديسس اللي هي الوفيات. الكويز رقم 2 بيقول لي بقى they were planning، هم كانوا بيخططوا to not the Americans officials، يعني عاوز يعملوا حاجة للأماكن الرسمية في أمريكا. by ear because of disturbances، طبعا بسبب الإزعاجات أو في أمور مقلقة أو اضطرابات. فهم عايزين يسافروا ولا evacuate، إن هم يخلوا الأماكن دي ولا يصل، ولا طبعا depart، طبعا طبيعي إن هم كانوا عايزين يعملوا إيه evacuate. داليا بوت
اشترت and carefully not present is four hours per day. طالما اشترت الهدايا يبقى عملت لها ايه بقى؟ exchange، بدلتها، كسرتها، اعطتها wrapped طبعا على الفور، يبقى هي بعناية، يبقى هي wrapped. wrapped يعني غلفتها، اشترت الهدايا وبعدين ايه غلفتها. if he doesn't leave not he will be late for the meeting. لو هو لو ما مشيش دلوقتي هيتأخر على الاجتماع، يبقى هناخد كلمة immediately اللي هي على الفور، لو ما مشيش حالا هيتأخر على الاجتماع. We don't need not in summer because it's always hot. احنا مش عايزين كذا في الصيف علشان دايما الدنيا حر، يبقى مش عايزين blankets. blankets اللي هي بطاطين، فاحنا مش عايزين بطاطين عشان الدنيا في الصيف بتبقى ايه؟ بتبقى حر. I can't decide، انا مش قادر اقرر. a name هنا اسم، يبقى ناخد on على طول، ان انا مش قادر احدد هنا بقى، مش قادر احدد اسمي، مش عارف ايه. I not out with my friends as I had a lot of work and I couldn't leave it. يبقى كده هو مش هيقدر يخرج مع اصحابه لانه عنده شغل كتير ومش هيقدر يسيب الشغل ده. يبقى هيقول ايه بقى؟ الكلام هنا had، had في الماضي، يبقى هيقول ان انا مش هقدر اخرج، فهيقول didn't have to go، يعني انا ما كنتش مضطر ان انا اخرج. I didn't have to go out، ما كنتش مضطر اخرج مع اصحابي لاني كان عندي ايه شغل. I have already cleaned the car. أنا بالفعل نظفت العربية. So you not bother to clean it. عاوز يقوله إنك أنت ما تحاولش يعني إنك أنت تضايقنا وتنظفها، يبقى أنت مش محتاج، لأن هنا في مصدر، فأنا محتاج حاجة تاخد المصدر. Mustn't ده قانون، ودي مش حاجة قانون، ودي عايزة تو. وshouldn't دي نصيحة عادية. لا، أنا هنا ما كانش يجب عليك، ما كنتش أنت مضطر إنك تعمل حاجة دي. You not study English literature for your final course. هنا بقى عاوز يقول له يجب عليك ولا لا، ولا انت محتاج ولا انت مضطر. طبعا طالما مذاكرة وامتحان يبقى انت كده مضطر، طالما في امتحان يبقى انت مضطر تذاكر عشان ايه؟ عشان الامتحان. طيب بعدين بيقول لي I didn't like the film، انا مش حابب الفيلم ده. I not my money and the time on it، يبقى عايز يقول انا ضيعت فلوسي ووقتي عليه. I shouldn't waste، طبعا did ماضي، يبقى should والمصدر مش هتنفع. mustn't have، ما سمعناش عن قاعدة بالشكل ده. should have wasted، كان المفروض اضيع وقتي. لا، يبقى كده الاخيره ما كانش المفروض ان انا اضيع وقتي وفلوسي عليه. you not work hard to get what you dream of. هنا بقى ده ايه؟ ده انت مضطر بقى انك انت تعمل، او انك انت تعمل بجد علشان تحقق حلمك. طيب had better تنفع، have better مفيش حاجه اسمها كده، should to ما بتاخدش to، ought من غير to ما تنفعش، يبقى اذا هي ايه؟ من الافضل لك ان تعمل بجد لكي تحقق حلمك. تمام. طيب نيجي بقى للقطعة، بيقول لي يوجد بعض الأشجار المذهلة في العالم، بعض الناس يعتقدون في شجرة في بريطانيا نقط بي 400 years old. فطبعا عاوز يقول لي ايه الشجرة دي، يعني ايه احتمال يكون عمرها كده، لان in Britain maybe احتمال، يبقى انا هاخد may، احتمال يكون عمرها 4000 سنة. في ايطاليا في شجره تاني، عشان كده استخدم ميت الناحيه التانيه اهو، يبقى ده دليل ان هي ممكن ياخد ميت او مي عادي بقى. طيب احتمال يكون ذا سيم ايج، نفس العمر، از فيمس نقط، از فيمس نقط ات سايز. يبقى فيمس، فيمس فور مشهوره بحجمها، يبقى فيمس فور ات سايز مشهوره بحجمها، والديامتر اللي هو قطرها. اتس مور، بيقول از مور ذان، اكتر من 18 متر. It's called، اسمها شجرة الهورس، because it not believed، believed هنا بقى في الماضي، يبقى believed هنا يبقى لازم يكون قبلها am و is و are علشان اقول اعتقد انها، يبقى it is believed that 100 soldiers، ان 100 جندي on horses، كانوا على الاحصنة واستنوا under the tree، تحت الشجرة دي في العاصفة. ومع ذلك no scientists have been able، ما فيش علماء قادرين يثبتوا العمر الحقيقي للشجر ده. the oldest tree not scientists know the age، بيقول ان ال oldest tree بقى، تمام، the oldest tree، يبقى عايز حاجة تعود على التري وتربط مع العلماء، يبقى ممكن نقول ذات، اللي اقدم شجرة اللي العلماء يعرفوا عمرها في اوروبا. وكمل ايه كلامه، ترجمة، بيقول لي we should make great efforts، يجب ان نبذل جهود عظيمه، to develop sports، لكي نطور الرياضه، by all means، بكل الوسائل، and this is the responsibility، ودي مسؤوليه الجفرنمنت، الحكومه، and individual as well. يبقى هنقولها على بعضها، يجب علينا ان نبذل جهودا عظيمه لنطور الرياضه بكل السبل، وهذه مسؤوليه الحكومه والافراد ايضا. تمام.
طيب الترجمة الإنجليزي بقى العربي من عربي الإنجليزي: تهتم الدول الديمقراطية بالتعليم والرعاية. يبقى هبدأ بكلمة democratic countries. democratic countries اللي هي الدول الديمقراطية. مالها بقى الدول الديمقراطية؟ هو بيقول لي تهتم. كلمة تهتم دي انت بتجيب ايه؟ كلمة باي اللي هي يدفع، وبعدين تجيب intention اللي هي يهتم على بعضها كده، او يدفع اهتمام. فالدول الديمقراطية بيقول لي بتهتم بالتعليم والرعاية الطبية. يعني هنبدأ بالتعليم وبعدين الرعاية الطبية للمواطنين. طيب يبقى هنجيب التعليم والرعاية الطبية، يبقى pay attention to، نجيب كلمة تعليم اللي هي education، بعد كده نقول له and medical care. medical care medical sorry medical care اللي هي العناية الطبية، تمام. للمواطنين يبقى هنقول له for citizens. for citizens للمواطنين. وايه كمان بقى؟ وللمواطنين لبناء اجيال جديده قويه قادره على المشاركه. يبقى هنقول له to build، طبعا المصدر، لبناء اجيال جديده قويه. فاحنا نقول new strong generation، نجيب جديد الاول، بعدين strong اللي هي قوي، بعدين كلمه generation اللي هي اجيال، جمع اجيال قويه جديده قادره على، قادره على. فهنقول له ايه بقى؟ able to، قادر على، able to قادره على. المشاركه نجيب شير المصدر علشان عندنا تو اهي، يبقى able to share للمشاركه بفاعليه في بناء اوطانهم. يبقى to share ونجيب كلمه فاعليه، ممكن نجيب positively يعني بإيجابية بدلا منها share، positively بإيجابية، بعدين نقول ايه بقى؟ in building في بناء وطنهم، in building، واكتب بقى country في بناء ايه؟ بلدهم. طيب نخش على التست على طول. تست على الوحدة السابعة، بيقول لي بقى the prime minister، رئيس الوزراء، has called a كذا meeting، سمى الاجتماع كذا، of parliament to make sudden decision، علشان هياخد قرارات مفاجأة يعني. فطبعا يبقى الاجتماع ده ايه؟ اجتماع emergency، طارئ يعني، ولا جدالي، ولا حقيقة، ولا evocation اللي هو يخلو. طبعا emergency اللي هو اجتماع طارئ. We have to empathy، احنا مضطرين نفرغ ذا كذا regularly، احنا مضطرين نفرغ الحاجة دي بانتظام علشان نوقف البكتيريا. يبقى البنز اللي هي سيلة للمهملات، وخد بالك بالبيل خفيفة عشان بالبيل تقيلة معناها دبوس. In our family، في الأسرة بتاعتنا، no one can return home، محدش هيقدر يرجع البيت after 9، بعد 9. It's a family rule، يبقى عاوز يقول دي قاعدة أسرية، محدش يقدر يلعب في الموضوع ده، قاعدة أسرية. If you want to renew your car، لو عاوز تجدد عربيتك، you should buy a first، لازم تشتري كذا books to help you if there is an accident. طبعا اسمه 8 books اللي هو صندوق اسعافات اولية، عشان لا قدر الله لو في حادثة ولا حاجة تعرف تتعالج. I can't go out with you، مش هقدر اخرج معاك، there is dust، في تراب، in the air، في الهواء، which make me، اللي التراب ده بيخليني اعمل ايه؟ كف، كف يعني يكح، تربي يخليني اكح، تمام. وين بلانتنج اتري، اثناء او بينما نحن نزرع شجره، يو شود كفر ذا روتس، نقط سويل، يبقى هنا هتغطي الشجره بالتربه، تغطي الجذر بتاعها بالتربه. اي واز سو ال، هو كان مريض امبارح، سو اي نقط جو تو هوسبيتال، طالما كان مريض امبارح يبقى هو اضطر يروح للهوسبيتال، يبقى هناخد الماضي اللي هي had to، اضطر ان هو يذهب الى المستشفى. You not have a passport، انت لازم يكون معاك جواز سفر، to visit، يبقى دي قاعده بقى، يبقى انت مضطر بقى، يبقى كده هناخد برده الثالثه الاخيره، انت مضطر يكون معاك الايه؟ الباسبورت علشان تسافر اي بلد تاني. The price، السعر بتاع الجاكيت ده خطا، ده بيقول 150 جنيه، بط نقط 120.
يبقى هو كده عارف الجاكيت. but it can be ممكن لا، طالما هو متأكد من دي يبقى عايز هنا بقى needn't لا، يبقى should be. should be should be اللي هو ايه، يمكن ان يكون. الجملة اللي بعد كده remind me فكرني to take the car انك تاخد العربية to the mechanics انك تاخد العربية الميكانيكي. we not forget that فكرني انك تاخد العربية الميكانيكي ونقط forget. forget يعني ينسى، يبقى ما ينفعش ننسى، لو نسينا هنتعطل، يبقى we mustn't لان دي حاجة ضرورية. طيب I suggest that they اقترح ان هم نقط come with us to the beach. suggest طبعا بتيجي دايما مع should، يبقى انا اقترح ان هم يجب ان يأتوا معنا. not you meet منى can you invite here to the party. هنا بقى لو انت بقى لا ده جايب سؤال، يبقى عايز يقول له لو قابلت منى، ولا عاوز يقول له ايه بقى لازم تجيبها البارتي. يبقى هيقول له must you meet منى can you invite here، ولا should you meet لو يجب عليك. طبعا هيقول له هنا should هي اللي اولى من must. هنا بقى هنختار حاجتين، بيقول لي تيكتس التذاكر are available متاحه من الترين ستيشن، من محطه القطار او مكتب محطه القطار. عاوز هو مرادف لكلمه available، يعني عايز حاجه لكلمه متاح. كلمه متاح عايز لها مش حاجه واحده، عايز لها حاجتين. هناخد اولا كلمه obtainable دي يعني يمكن الحصول عليه، هتساوي available بالظبط اللي هي متاح، تمام، وكمان feasible تساويها برضو، يبقى التلاتة كده يساوي بعض. طيب he only cleans up his room بينظف حجرته when it gets really messy لما تبقى مبهدلة يعني او فوضوية. عاوز عكس كلمة فوضوي، عكسها، عاوز هو العكس المرة دي، يبقى كده هنلاقي tidy اللي هي مرتب، هنلاقي تايدي وعايزين واحده تاني، وorganized منظم، تايدي ومنظم عكس ايه، عكس ميسي جاي، تمام. طيب بعد كده القطعه الصغيره بيقول لي food and cooking hygiene includes النظافه الشخصيه للطبخ والطعام، تتضمن او تشمل عدد من الروتينات which must be followed to avoid التي يجب ان تتبع لكي تتجنب ال potentially severe health hazards الاشياء الصعبه على الصحه. first of all اولا قبل شيء البس ملابس وبروتكتيف ابرون بيسايد سوش، يعني بيديني قواعد نظافه، يعني ايه البس زي الجلوفز الجوينتي، وكمان اغسل ايدك بالميه والصابون. بيفور نقط فود، طبعا بيفور ايه بقى، عاوز يقول لي قبل ما تجهز الطعام. بيفور ما جاش بعدها فاعل، يبقى تاخد اي ان جي، الفعل يجهز يعني بريبير بس هنضيف لها ايه، اي ان جي، بيفور بريبيرنج فود قبل تجهيز الطعام. برضو اغسل اللحمه والفواكه والخضروات نقط يوز نقط ايتينج، تمام. يبقى هو بيقول لي اغسل اللحمه والخضروات، يبقى before use، كلمة use هنا معناها استخدام عشان حط بعدها نقطة، يبقى هنقول له before قبل الاستخدام، قبل ما هاكلهم، قبل ما هقطعهم على حاجة كده يعني، تمام. نقط eating you should cover your food، يبقى هنا بقى بعد بقى، يبقى دي after. ليه؟ لأن بيقول لي غطي طعامك، يبقى غطي طعامك امتى؟ بعد الأكل أو بعد الطبخ، هو يقول لي بعد ما تاكل غطي طبخك، غطي الأكل. and pick up all waste، خد النفايات كلها يعني لمها بعيد. finally في النهاية you not leave pieces of food lying around you، هنا ما صنت بقى، ليه بقى؟ لا يجب أن تترك باقي قطع القمامة ملقية حولك لأنها ممكن تسبب إيه؟ تسبب بكتيريا مثلا. القطعة تتكلم عن نقص الطعام وحاجات متلخبطة يعني في الزراعة والزيادة السكانية وارتفاع معدلات المواليد وانخفاض معدلات الوفيات والحاجات دي كلها، تأثيرات في الصحة العامة والطب وتقدم الطب، كل ده ايه يعني خلى الناس تزيد والزيادة السكانية تزيد. فأول سؤال بيقول لي shortage of food، نقص الطعام ده هو نتيجة طبيعية لإيه؟ لان الزراعه بتستخدم بسبب يعني بيعتنى بيها، ولا ان الزراعه ليس يعتنى بيها بمعنى اصح، او ليس لا تعمل باعتناء يعني، ولا الفلاحين دلوقتي بيستخدموا معدات حديثه، ولا يوجد ارتفاع في الوفيات، معدلات الوفيات وانخفاض في المواليد. طبعا المفروض الاجابه نمبر بي، ان الزراعه لا يعتنى بيها، لو معتنين بها ما كانش حصل نقص فين، في الطعام.
طيب هنا بقى poor people's conditions، حالات الناس الفقيرة لا يمكن أن تتحسن إلا لو أن هناك زيادة فظيعة في زيادة سكانية، طبعا لأ. طيب لو أن هناك نقص في الطعام، برضو لأ مش هتتحسن حالات الناس دي لو في نقص في الطعام. طيب the gap between الفجوة بين الأغنياء والفقراء تنمو بشكل أكبر، طب هي كده كده تنمو، وهي اللي مدمرة الدنيا، لو كل غني اهتم بالفقراء مش هيحصل كده. طيب لو أن هناك تقليل في معدل زيادة السكانية الذي يزداد، ايوه يبقى هي دي، يبقى الإجابة هتبقى نمبر ايه، نمبر دي. بيقول لي the world العالم will face سوف يواجه access في food production، ولا decrease نقص في الزيادة السكانية، ولا نقص في المواد الخام، ولا تضخم في كمية الطعام. طبعا العالم بيواجه نقص في المواد الخام بتاعة الطعام، يعني هو مش قادر يعملها. It's a pity that، يعني من الشفقة ان الاربو لاند اون ذا انكريز، ما بتزيدش طبعا، لا مش هي. الميديكال كير اوف نيوز، برضو لا مش مستخدمه. الريتشر جيت ريتشر، الناس الاغنياء بيغنوا، والبور جيت بيبيز، بيجوا لهم اطفال، ايوه هي دي المشكله، ان دول عندهم اطفال مش بياكلوهم ودول بيزدادوا، يبقى هي دي. البيبلز لايفنج ستاندرز بيجان تو رايز، لا دي مش طبعا لا. نكمل بقى، بيقول في رقم 20 according to statistical الاحصائيات، معدل الوفيات بينقص لما المستوى او معيار المعيشه بيقل، ولا بيزداد، ولا الناس بتبدا تعمل بجد، ولا الفجوه بين الاغنياء والفقراء بتنمو بشكل اكبر. طبعا لا، المعدل بينمو لو ان معدلات المعيشه قلت، يبقى تبقى الاجابه الاولى. اديني سيتويشن، اديني سيتابل تايتل، عنوان مناسب للقطعه، ممكن نقول له the bad overpopulation، الزيادة السكانية الضارة، the bad overpopulation. هل هناك علاقة بين معيار المعيشة والكنترول، التحكم في المواليد، وازاي؟ طبعا هنقول له بالنسبة للمعيار ده، هنقول له ايوه موجود، تمام. as few children make it easy for parents to live well، يبقى نقول له few children، كل ما قل الاطفال، يعني نقول له the fewer children the better parents will live، اللي هو تعبير كلما the fewer children، لو عايزين نكتبها كده the fewer children، يعني كلما قل الاطفال the better parents will live، كلما قل الاطفال كلما عاش الناس بشكل ايه، سليم. وات سيريس بروبلمز، المشاكل الخطيره اللي بتعاني منها الدول الناميه وبتواجهها وتفشل ان هي تنجح فيها. اول حاجه نقول له نقص الطعام، نقول له مثلا الفود شورتيج، اللي هو نقص الايه، نقص الطعام، تمام. ممكن برضو نقول له بتاعه اللي احنا خدناها فوق دي، اللي هي الشورتيج اوف رو ماتيريالز، خد دي مشكله ثانيه برضو، تمام. ترجمه بقى، اعلنت الحكومه، هو جاب العرب المراد الاول، اعلنت الحكومه المصريه البدء في تنفيذ مشروع انشاء العاصمه الاداريه الجديده خلال مؤتمر دعم وتنميه الاقتصاد المصري، ومن المخطط ان تكون مقرا للبرلمان والرئاسه والوزارات والسفارات. هبدا بموضوع اعلنت الحكومه، اعلنت الحكومه، هبدا بكلمه الحكومه اللي هي هقول ذا جوفرنمنت، سو جايب الحكومه المصريه، يبقى ذا ايجيبشن جوفرنمنت. السطر ده مش هيكفينا تقريبا، هنكتب بخط صغير شويه ذا ايجيبشن جوفرنمنت. عايز كلمه اعلنت بقى، الحكومه المصريه اعلنت، اسمها ديكلير، كلام في الماضي، يبقى هضيف لها اي دي، declared اعلنت، وبعدها ذات ان، اعلنت الحكومه المصريه ان البدء في تنفيذ مشروع انشاء العاصمه الاداريه الجديده. ذات هجيب بعدها فاعل وفعل، فهقول بقى it has started to carry out، it has started يعني انها بدات، من هجيب فعل وفعل بعد ذات دي، يبقى انها بدات to and carry out يعني ينفذ بقى على بعضيها، to carry out ان هو ينفذ مشروع انشاء العاصمه الاداريه الجديده. طبعا هجيب مشروع اللي هو the project of اللي هو مشروع، كلمه انشاء بقى the project of اخليها بناء the project of building اللي هو بناء،
العاصمة الإدارية الجديدة اللي هي إيه بقى؟ أنيو. والعاصمة الإدارية اللي هي administrative capital. administrative capital العاصمة الإدارية الجديدة، تمام؟ طيب بيقول لي بقى خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، خلال هقول إن في مؤتمر بقى أقول له the conference of دعم support، هنخليها supporting، in the conference of supporting and developing Egyptian economy. يبقى إيه؟ in the conference of supporting دعم and developing the Egyptian economy، الاقتصاد المصري، the Egyptian economy، تمام؟ ومن المخطط أن تكون مقرا للبرلمان والرئاسة والوزارات والسفارات. طبعا هقول ومن المخطط بقى it's planned، نكتب طب مكان العربي كده احنا مش هنعوزه، it's planned إنه من المخطط طبعا to the headquarters اللي هو مقر للبرلمان والرئاسة والوزارات والسفارات. يبقى it's planned to be من المخطط أن تكون، هنقول احنا مقر بقى، تمام؟ يبقى to be the headquarter of البرلمان بقى اللي هو ايه؟ اللي هو parliament، في ايه هنا؟ parliament، the presidency اللي هي ايه؟ اللي هي الرئاسة، the presidency، بعدين اخد كومة واكتب الوزارات اللي هي ministries، بعدين اخيرا السفارات اللي هي embassies. يبقى presidency ministries اخيرا embassies السفارات. العربي بقى most countries announced، برضو اعلنت زي declared اللي احنا خدناها من شوية، فهنبدأ بيها نقول اعلنت معظم الدول the suspension of the study، تعليق الدراسة، أعلنت معظم الدول تعليق الدراسة in all educational institutions، في كل المعاهد أو المدارس التعليمية، within the procedures، في خلال الإجراءات of social distances، خلال إجراءات التباعد الاجتماعي، تمام؟ طيب دي كانت كل حاجة، توفيق للجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.